المناطق اللي شملها فريق الجهوز الخدمي الهندسي بأعماله وتطويره هو منطقة الخطيب الزراعي ضمن قاطع بلدية الشعلة. هذا طبعا منطقة زراعية كبيرة حقيقة، احنا مستهدفين بها أكثر من 210 ألف متر مربع كأعمال التبليط حقيقة، والترابية والخابط أكثر بحدود 300 ألف. هاي المنطقة يعني بها أعمال التبليط كما قلنا، يعني ترابية وخابط والتبليط بطبقتين في الشارع الرئيسي خاصة شارع الضغط، وهذا الشارع المهم اللي احنا واقفين بها حاليا يربط يعني طريق الشعلة المنصور بطريق طريق البصرة، شارع البصرة في الغزالية، ويعتبر أحد مشاريع فك الاختناقات اللي صارت، وبجنب أيضا جنب اقتصادية أنه هذا الشارع تحول كمحور تجاري حقيقة، يعني بأنه مثل ما تشوفون العرضة والحركة العمرانية، إضافة إلى أنه الأسعار المنطقة بدأت بالنهوض يعني كبير، صار بها ارتفاع. ونعتقد احنا بعملنا هذا في هذا يعني اكتسبنا عدة يعني منافع، يعني منافع عالية في هذا العمل. القسم الأول منها أو الجزء الأول الأكبر الأهم هو أنه الحكومة أثبت مصداقيتها تجاه الشعب في العمل وتطبيق برنامج الحكومي والمنهاج الوزاري من خلال أنها هي حكومة خدمات وتقول وتفعل في نفس الوقت، وإنجازها أصبح على أرض الواقع. الجزء الآخر المهم اللي حققناه أنه رضا، يعني صار رضا الناس، يعني رضا الناس عن أداء الحكومة، وتعززت ثقة الناس بمؤسسات الدولة بالبرنامج الحكومي بالحكومة، وهذا جانب مهم جدا يعني نسعى له، يعني الحكومة تسعى له، دولة الرئيس وأيضا أدواته بالعمل فريق الجهوز الخدمي الهندسي، هذا يعني جانب مهم يعني بالعمل حققناه. العراقي في هذه المناطق يعني يستحق الكثير، يستحق، وطبعا ها خدمات أساسية، يعني مو تقول مترف وإنما هي خدمات أساسية. المواطن يحتاج إلى شارع يمشي عليه وشبكة ماء، شبكة مجاري، وأيضا يحتاج إلى إنارة شبكة الكهرباء، وكذلك إلى مدرسة قريبة من يعني لأولاده ومؤسسة صحية. هاي الخدمات الأساسية هي تسعى الحكومة إلى تحقيقها بلا منا إلى المواطن العراقي. هنا عندنا 10,000 وحدة سكنية، السكان تقريبا عددهم 50,000 متر مربع، مساحة المنطقة نخدمها بحدود 4 ملايين متر مربع، اللي شملها بحدود 95 زقاق بطول 200 متر، وأربع شوارع رئيسية. قسم من هذا الشارع اللي جاي نبلط به هو شارع الضغط، يعتبر هذا الشارع من الشوارع الرئيسية اللي راح تفك الازدحام، واللي تربط بين طريق صلاح الدين وبين سريع الغزالية بصرة. هذا الطريق عرضه هو بالمخطط 60 متر وطوله بحدود 2 كيلو و200، لكن تعرف اكو تجاوزات عليها بفعلها المنطقة عشوائية، فحاولنا انه نقلل الاضرار اللي راح تلحق بالمواطنين، فنفذنا طريقين رئيسية بحدود 10.5 متر وجزرة وسطية اللي بيها الضغط العالي مع الكهرباء 12 متر، هاي طولها بحدود 1500 متر طول 1.5 كيلو. المتبقي ايضا 700 متر اللي هو راح يبقى سايد واحد تحاشيا لتهديم دور المواطنين اللي هم راح تعترض هذا التصميم. فقدرنا ان نربط طريق الغزالية بطريق صلاح الدين بسايد واحد من المقطع الاخير. المشروع في مراحله النهائيه، تجاوزت نسبه الانجاز اكثر من 90%. طبعا المشروع بي كان ثلاث مراحل،
المرحلة الأولى هي تنفيذ شارع الضغط بسايدين عرض كل سايد 10.5 أمتار، وإضافة إلى أنه المرحلة الثانية كانت عبارة عن 99 زقاق وشارع في داخل منطقة الخطيب، والمرحلة الأخيرة كانت وهي المرحلة المهمة اللي ربطنا بها شارع البصرة اللي هو شارع الغزالية الرئيسي بسريع الشعلة. هذا الشارع حيوي رابط ما بين الشارع الخدمي لصلاح الدين مع شارع البصرة الرئيسي، يخدم المنطقة بالكامل، منطقة الخطيب ومنطقة الغزالية ومنطقة الجوادين وجميع المناطق تستفاد منها شريان حيوي. الفريق الخدمي الهندسي متمثلا بتوجيهات دولة الرئيس بضرورة إنجاز هذا الشارع بالتعاون مع شركة آشور دائرة بلدية الشعلة، أخذوا على عاتقهم إزالة كافة التجاوزات ضمن نهر الشارع. هذا الشارع عرضه بقرابة 60 متر بطول أكثر من 6 كيلوات. طبعا هنالك معوقات كثيرة تغلبنا عليها، الحمد لله وشكر المواطنين من التمسوا العمل البلدي وكذلك العمل الجاد، بدأ التعاون بناء مع الجهات التنفيذية، كثير من المواطنين زارت تجاوزاتهم يعني طوعا.